لكن منشوفك باسطنبول. أكيد جميلة خانم، اليوم بحاول خلص الإجراءات وبكرة بلحقكم. خلينا نمشي. علي بيك، هاي الرسالة تركوها لحضرتك. شكرا. ما قال اسمه؟ لا ما قال شي، ما منعرف. شكرا. يلا خلونا نمشي. علي بيك خير فيك شي؟ إذا بدك منوقف. قبطان علي فيك شي؟ شو صار لك؟ أعطينا أعطينا مي. علي شو صار لك؟ احكي علي. خذ مي اشرب. ناخذك على المشفى؟ لا. في خبر مو منيح بهالورقة؟ خلونا نمشي، انا منيح منيح. طيب اشرب مي كمان. شو علي رح تضل هون؟ أنا لازم روح على البيت، ماشي؟ إيه لازم تروح، ضروري ترتاح شوي. لكن بعد ما بتوصل البيك على بيته، مر لعنا على البيت وحط لي شنطتي. أمرك يا خانو. سلامة قلبك قبطان علي.